خلينا ناخد معانا على التليفون كاتبنا الصحفي الكبير أستاذ رضا العراقي، نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ورئيس القسم الاقتصادي. أهلا بك يا أستاذ رضا. أهلا يوسف، زي حضرتك. إزاي الصحة وإزاي الحال؟ زي حضرتك يا فندم، كله تمام دايما يا فندم. ربنا يخليك يا فندم، شهادة على راسنا من فوق والله. الله يخليك. اشرح لنا يا فندم، لماذا مثل هذه الشائعات كاذبة بالكلية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا أستاذ يوسف، عايز أقول لحضرتك حاجة. اتفضل يا فندم. خلينا نتفق أن دايما الشائعات تستهدف النجاح. حلو. أي حاجة ناجحة دايما الشائعات بتستهدفها، ودي ظاهرة يعني بدأت في مصر على مدار الثمان سنوات الماضية. صحيح. نتيجة الإنجازات والنجاحات اللي بتحصل على أرض الواقع. لو بدأنا من البداية خالص، هنبص على قناة السويس الجديدة، طلع عليها شائعات وقال لك هنا وهناك وملهاش لازمة والكلام اللي حضرتك سمعته في البداية كله. طبعا. النهاردة قناة السويس الجديدة هي الداعم الحقيقي لتنمية موارد قناة السويس من النقد الأجنبي قولا واحدا. طبعا. ثانيا، هي الأساس والداعم الأساسي أيضا في إنشاء منطقة اقتصادية خاصة على ضفاف قناة السويس، بتخاطب المناطق الاقتصادية العالمية، لوجستيات مناطق عالمية، روسية صينية يابانية، كل الدول العالم النهاردة بتسعى أن يكون لها مكان على ضفاف قناة السويس بالتوازي مع الأنفاق واللي بيحصل على أرض مصر ده. فإحنا النهاردة بنبص نلاقي لولا قناة السويس الجديدة ولولا الخطوة في البداية منذ دولية الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الشأن، لأصبحنا الآن نعاني من أشياء كثيرة. تعالى كمان نخش على العاصمة الإدارية. أنا باخد كده عينات عشان في عجالة يعني. ماشي. العاصمة الإدارية. مشروع أملاك على أرض مصر. مشروع النهاردة برضو طلع عليه إشاعات وقال لك ده عبء على موازنة الدولة ومش عارف إيه، في حين إن هو لا يكلف خزينة الدولة مليم واحد. لأن القيادة السياسية اتبعت فكر الاستثمار الخاص ونفس السوق وفي إطار المطور العقاري، وأصبح هناك كيان تابع الدولة بيسوق بفكر عالمي، بيعمل تنمية، بيعمل استثمار جديد على أرض مصر. وده النهاردة أنا بقول العاصمة الإدارية بتضخ أموال في خزينة الدولة وليس العكس. ماشي حضرتك؟ ماشي. طيب تعال بقى لموضوع المواني المصرية. أيوه. المواني المصرية الدولة المصرية تتعامل معها كقاعدة اقتصادية هامة لا تقل أهمية عن القاعدة العسكرية. حلو. لماذا؟ لأن المواني المصرية هي أساس الاقتصاد قولا واحدا. لولا المواني المصرية النهاردة لا هتعرف تبيع ولا هتعرف تتاجر ولا هتعرف تبادل مع الدول ولا هتعرف تنقل استثمارات ولا الكلام ده كله. ولذلك القيادة السياسية منذ البداية بدأت في دمج المواني المصرية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، وحصل تطوير للمواني المصرية يا أستاذ يوسف. النهاردة المواني المصرية النهاردة بتخاطب المواني العالمية، لأن الفكر نفسه قائم النهاردة أي مستثمر أو أي رأس مال عايز يجي لمصر أو أي دولة بيبص على ثلاث مؤشرات. فكر المعمول دي في المواني المصرية، المواني زمن الإفراج الجمركي، لأن كل ما يبقى زمن الإفراج الجمركي سريع جدا ومتلاحق وبالفلاحة كده يشهل، فبيخليك أنت تجري بسرعة وبيقلل التكلفة بتاعتك وبيزيد معدل تنافسيتك. أنا النهاردة بدل بضاعة ما تقعد في المينا شهر واثنين وثلاثة وأرضيات ووقت، كلها تكلفة بتتشال عن المنتج وبتقدر تنافس. طبعا. الكل يجي يقول لك إن مصر استثمار فيها تنافسي، اجري يا عم على مصر، ومصر بدأت تخاطب المعايير العالمية في الإفراج الجمركي. النهاردة حضرتك إحنا بنعمل إفراج جمركي في دقائق، وبنعمل يعني النهاردة ساعات ودقائق، مفيش ما عادش بقى ثلاث شهور ولا أربع شهور والكلام اللي أنت عارفه ده. ده نتيجة إيه؟ التطوير اللي حصل، الاحتكاك بالخبرة الأجنبية، اللي يعني بدأت تستعين بأجهزة ومعدات حديثة عشان تقدر تتواكب مع المواني العالمية، لأن النهاردة المرسل في مرسل ومستقبل، ما كانش الاثنين قد بعض في السرعة والأداء طرف هيصل، إذا أنت كده وقعت المعادلة باظت، معادلة الاستثمار.
هنا بدا كل النجاحات دي يا فندم. اللي مغرض بقى واللي عايز يوقع مصر هيقول الله ينور، ولا هيقول ايه؟ هيقول ده مش عارف ايه، وده مصر مش عارف ايه، ده مصر بتقع، ده المواني مش عارف ايه. ده لازم يشوه النجاح. فده انا بقول ان دايما كل ما بيزيد الشاعات افرح ان مصر ماشيه في الطريق السليم، ان مصر قادمه بقوه. يا استاذ يوسف انا عايز اقول لك حاجه بسيطه حصلت من يوم الخميس اللي فات ده، ان ثبات سعر الفايده ده ذكاء طبعا مصر طبعا، وثقه القطاع المصرفي في الاقتصاد القومي. انت حضرتك النهارده اعتى دول العالم النهارده غيرت انقادت وراء الفيدرالي وزودت الفايده بتاعتها. انت في مصر بذكاء شديد جدا عالجت التضخم بادوات خارج الصندوق بزياده النقد الاحتياطي للاموال في البنوك، وقدرت ان انت تثبت على الفايده، لان ارتفاع الفايده ده ضد الاستثمار، ارتفاع الفايده ده بيعمل مشاكل كثيره جدا. طبعا ده نتيجه اقتصاد قوي. وهيطلع اشاعات كمان شويه يقول لك ده مصر هتعرض لعقوبات، انت فاهم بقى القصه. فدايما النجاح بيثارته الشائعات يا فندم. صحيح. والله يا استاذ رضا احنا نحب بقى نستزيد، يعني لو تنورنا كده مرة ووقتك يسمح ونقعد نتكلم حبة على الوضع أو الأوضاع وتحليل الأوضاع الاقتصادية عندنا في هنا في مصر، وحتى نتكلم على مسألة تثبيت سعر الفايدة وما إلى ذلك. أنا أتفق معاك 100% أستاذ رضا على وجهة النظر دي. أنا بشكرك أولا أستاذ رضا عرائي كاتبنا الصحفي الكبير ونائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية ورئيس القسم الاقتصادي.